مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. يعني دكتور نبيل قدم كأس العالم وأنهى الكلمة بعنوان الحضارة أو إنتاج حضارة جديدة. بالتأكيد نحن إذا ما نحكي حكي عاطفي وحكي وجداني فينا نألف قصائد كثيرة عن اللي صار بقطر. أنا كنت حاضر شخصيا ورح جرب أحكي باختصار لأن الوقت دقيق أو قليل، ولكن الأرقام بالدرجة الأولى بتأكد النجاح القطري الكبير بكأس العالم. أرقام المشاهدات اللي كانت على مستوى عالمي إن كان بشكل مباشر من خلال الملايين يلي حضروا على قطر، يلي شافوا على أرض الملعب الملاعب الثمانية اللي كانت عم تستضيف هيدي البطولة، واللي دافت بالإضافة لذلك أكثر من 5 مليار حول العالم كانوا عم يحضروا كأس العالم وعم يسمعوا باسم قطر، وعم يسمعوا أكيد بالشعب العربي والشعوب العربية اللي كانت عم تدعم المنتخبات العربية الموجودة، وخصيصا اللي صار مع المنتخب المغربي. اللي بتقوله باختصار أنه اتمشيت أنا بسوق مهم جدا بقطر بالدوحة اسمه سوق واقف. هيدا السوق بيعبر عن هيدي اللمحة الحضارية اللي حكى عنها الدكتور نبيل على الأرض، مهن عربية تراثية موجودة، وخلال هيدي المشي بالسوق بتقدر تشوف الحوارات اللي عم تصير ما بين برتغاليين، برازيليين، أوكرانيين ومغاربي، والتلفزيونات الموجودة من كل العالم. هيدي الخلطة هي رؤية بلشت فيها عدة دول خارجية حتى قبل ما تقدم قطر ملفها بال 2010. يعني في مبلغ كان عم ينذكر حول العالم خصيصا بالإعلام الألماني عم ينتقدوا فيه كأس العالم أنه كلف 220 مليار، وهيدا البذخ الكبير اللي عملته قطر كشو أوف، يعني كانوا عم يحطوه بإطار الشو أوف مش بإطار العمل الميداني لبنى تحتية. اللي بدي أقوله أنه الأرقام العلمية وأي دراسة ممكن تشوفوها هلأ على كل مواقع الاقتصادية موثوقة أنه مبلغ 220 مليار دولار أبداً منه هو المبلغ المباشر يلي انصرف على كأس العالم. المبلغ المباشر اللي انصرف على كأس العالم كان 8 مليار دولار، 6 مليار منهم كانوا تكلفة 7 ملاعب جديدة إلى جانب إعادة ترميم ملعب رقم 8 هو ملعب لوسيل، والمليارين البقايا كانوا لصيانة هيدي الملاعب. بالمقابل مبلغ 220 مليار صحيح أنه انصرف، ولكن هو انصرف بالدرجة الأولى على بنى تحتية، يعني مترو الدوحة كان كلف أكثر من 35 مليار دولار، ميناء بقطر كمان كلف مليارات الدولارات، إلى جانب أكيد الاستثمار الكبير اللي عم يصير برؤية قطر 2030 بعالم التعليم والصحة والسياحة. باختصار كنا منشهد وكلنا عم نشوف أنه كرة القدم ليس مجرد لعبة، وكأس العالم ليس مجرد بطولة رياضية، هو مناسبة لجذب سياسي واقتصادي وثقافي. ونحن نعلم بأن قطر دولة صغيرة تقريباً 11,000 كيلومتر مربع، تشبه يعني تقريباً قد مساحة دولتنا، دولة وطن الأصلي لبنان، ولكن قطر عم تقدر يمكن لأنه القوة الصلبة، يعني القوة العسكرية وعدد سكانها ومساحتها كثير ضعيفة، عم تقدر من خلال القوة الناعمة أن توصل وتصير بمصاف دول على مستوى العالمي من خلال هيدا الاستثمار. واللي بدي أقوله إذا بدنا نقارن قطر وبطولة العالم ما لازم نقارنها بيعني مدينة فاضلة، فينا نقارنها بدول تانية، فينا نقارنها مع بطولات تانية صارت من قبل، ساعتها بنقدر نكتشف قديش قطر كانت ناجحة. بالإضافة لذلك أيضا منا نتذكر جميعا وين كانت قطر بال 1990 وبال 2000 وأيضا منطقة الخليج بأكملها، يعني بغض النظر عن يمكن خلاف سياسي بيصير ببعض المحلات، ولكن هيدي الدول تستحق الاحترام. وانا عم شوف وعم بيكون لي زيارات ميدانيه وعمل اعلاني بدبي وبالدوحه، ومن خلالها عم بقدر ارصد انه العمل ناجح مش فقط لانه دول الخليج هي دول نفطيه، ابدا في رؤيه كبيره عم بتصير، وفي عمل عم يفصل الدين عن الدوله، وهيدي الجمله جدا مهمه. يعني دول كانت حاكميتها او مناطق كانت محكومه من قبائل ومن جماعات متزمتة دينيا يمكن من 50 سنة عم تقدر هلا يعني ترجع تبني حالها. إذا كان في بيرسنت ايرور بمحلات صارت بقطر أو بدول تانية، فهيدا البيرسنت ايرور مش لازم أبدا يخلينا نشوف هيدي المسيرة اللي بدها وقت،
يعني كريستيانو رونالدو كان انتقل على السعودية وانتقاله أيضا مهم جدا للعالم العربي، وعم نشوف قديش عم يصير في حوارات حول هيدا الانتقال، إنه هيدا عم تستفيد منه السعودية وعم تستفيد منه هيدي الرؤية اللي بتدور عنها تنويرية، لأنها ما عم تكون فقط صرف مصاري، هي رؤية علمية، رؤية فيها إنتاج واستثمار بالموارد البشرية، وعم نشوف قديش في موارد بشرية إماراتية وقطرية وسعودية عم تتألق حول العالم، مثل ما في كتير يعني موارد بشرية من العالم العربي عم تتألق، ولكن عم ركز على دول الخليج لأنه دائما في نوع من النقد لدول الخليج إنها فقط دول تصرف مصاري. ممتاز إنها عم تصرف مصاري، ولكن الممتاز أكثر من هيك إنها عم تصرف مصاري على استثمارات مثل الرياضة، مثل الثقافة، وأهم من ذلك إنه عندي مثلاً أنا عندي أصدقاء إعلانيين لبنانيين قدروا إنه يكونوا عم يواكبوا ليونيل ميسي ويحتكوا مع المنتخب الإنجليزي والمنتخب البرتغالي والمنتخب البرازيلي بكأس العالم على مدى 30 يوم بفرصة يمكن ما كانوا رح يقدروا يحصلوا عليها بكل حياتهم لو ما دولة مثل قطر تستضيف كأس العالم. عذرا على الإطالة، في كثير معلومات ممكن أقدمها، ولكن أكيد الوقت طيب. شكرا أستاذ عبد الله.